من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون شو سببتن بذبني إسرائيل توراتدا حکم ettik ki her kim bir adamı nahak öldürse pes tamamı adamlarını öldüren hesabındadır. Hudayın gazabına duş bulmakta. Ve her kim adam öldürmekten ecitenab etse ya bir nahaktan öldürülecek adamı şu işten men etse güya tamamı adamlarını diri saklan hesabındadır. Ve tahkik şolara yani ehli kitaplara min Resulullah'ım واضح و آشکار دلیل‌لر بلن و معجزه‌لر بلن گلدیلر. اونن ثون شلورن کفتی یر یودن نه حتی تجاوز ادب فساد وجود گتر مکتدلر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أولتور آدم لريك الله تبارك وتعالى بلن وشان رسول بلن ورشب جنت ياردلر ويرد فساد ايشلر وجوده getirip بودغونچلق ات ياردلر اولورن جزالاري öldürülsün ya dara asılsın ya elleri ve ayakları tersinden kesilsin ya yurdundan tebid edilsin bu tariqa ceza şolar üçün dünyada xarlıq ve rasvalıqdır ve şolar üçün ahirette ulu güyüşlü azap vardır إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر اول تور آدملری که سید اولر گرفتار ادب تطما قانل توبه ادبتلر پس بلن الله تبارک و تعالی غفور در مغفرت در و رحیم در بندلرن رحم در. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي إيمان getirip مؤمن بولن آدملر خدادن قرخن وشن ثغارن يقين بولمغ إثتان صالح أملرن وسيلة بلن وخدا يولند جهاد edin شايت نجات تفب ولو بختل بولارتنر إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم تحقيق أولتور آدم لريك كافر بولقدلر إگر يردك ذاتلرن همثي شلون قبولتا وشان مثلی آنی یه نشالار چین بولسا تا شالار بر قیامتن عذابنن قتل مگ چین آذاتلر اولردن قبول دلمد و شالار چین قیامت تا گیشل عذاب باردر.